البدايه احنا في فرصه، لان احنا قاعدين مع حد من اهم الناس اللي ساهمت في طفره الطرق والمحاور اللي حصلت في مصر. احنا النهارده جايين علشان نعرف من حضرتك النقله النوعيه اللي حصلت في مجال النقل والطرق اللي حصل في مصر. بس قبل ما نفهم، احنا عايزين نعرف الاول، هل هي كفايه؟ هل احنا لسه محتاجين اكتر؟ هل احنا كنا محتاجين اقل من كده؟ عايزين نرجع للبدايه، احنا ليه عملناها الاول؟ كان في اهمال شديد جدا لشبكات الطرق والنقل سواء خارج المدن او داخل المدن. الدوله في الفتره الاخيره، في السبع سنوات الاخيره، عاوزه تعمل تنميه شامله. طيب التنميه الشامله دي هتتم ازاي؟ هي الاول عندها قطاعات كتيره جدا، كل قطاع فيه مشكله. النقل فيه مشكله، التعليم فيه مشكله، الصحه فيها مشكله، الصناعه فيها مشكله، الزراعه فيها مشكله، كل قطاعات الدوله فيها مشاكل. طيب الاستراتيجيه كانت ايه؟ الاستراتيجيه كانت ان عشان تعمل تنميه شامله مستدامه لابد تركز الاول. اي دوله عايزه تعمل تنميه شامله مستدامه لازم تركز على ثلاث حاجات بنسميهم، والاقتصاد في العالم كله بيسميهم، البنية الأساسية للتنمية الشاملة. إيه هما؟ أول حاجة النقل، تاني حاجة الطاقة، تالت حاجة الاتصالات. عشان أوضحها بس وأبسطها، أنت علشان تعمل صناعة بدون ما يكون عندك طاقة تقدر تقوم الصناعة دي مش تقدر تعمل صناعة. أنت عندك مناطق ومقومات تنمية كبيرة في البلد، انت عندك طبقا للدراسه بتاعه 2030 انت عندك مناطق مؤهله لانك تعمل فيها تنميه زراعيه، انت عندك مناطق فيها تعدين، انت عندك مناطق فيها احتمالات انها تبقى مراكز صناعيه كبيره، انت عندك مناطق فيها تنميه عمرانيه ومدن جديده، انت عندك مناطق عاوز تعمل فيها تنميه سياحيه، انت عايز امن قومي، عاوز تحمي حدودك، عاوز تغطي اطراف البلد. انت كنت مش عارف تتنقل لسينا لأنه مكان كله معتمد على معديات أو نفق الشهيد أحمد حمدي. كل الكلام ده محتاج شبكات طرق ومحتاج نقل. 40 سنة أهملنا قطاع النقل، وده خطأ استراتيجي في الدولة. فالنهاردة احنا بنعمل ايه؟ ودي إجابة على سؤال الأولاني بتاع حضرتك. احنا مش بنعمل حاجات معظمها للمستقبل بس، لا، ده احنا بنعمل شغل كان مفروض يتعمل من 40 سنة. بنغطي العجز الأول، يعني أقدر في حتة